خير، مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، طالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم. إحنا النهاردة في مادة العلوم هنكمل الجزء اللي إحنا كنا بدأنا فيه، لأن إحنا زي ما أنتم عارفين خلصنا الوحدة الأولى اللي هي كانت فيها التفاعلات الكيميائية. النهاردة بدأنا في قبل ما ناخد فترة الإجازة دي، بدأنا في الوحدة الثانية اللي هي كانت الطاقة الكهربية والنشاط الإشعاعي. بدأنا فعلا في الدرس الأولاني لو احنا فاكرين كلنا مع بعض، كان الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي. أنا هراجع معاكم في الأول عشان ما نتوهش ونعرف احنا التسلسل بتاعنا ماشيين ازاي. هراجع معاكم في الأول الجزئين اللي احنا شرحناهم في الأول اللي هم ايه؟ اللي هما الجزء الاولاني اللي هو كان شدة التيار، دي الخصائص الفيزيائية. الخصائص الفيزيائية ثلاثة زي ما احنا كنا شرحنا وقلنا. الخاصية الأولى كان شدة التيار، الثانية فرق الجهد، الثالثة هي اللي هنشرحها النهاردة هي المقاومة. بس أنا يعني هراجع معاكم في الأول النقطتين دول بسرعة لأن مهمين جدا عندي، اللي أنا هستغلهم في قانون أوم لما هاجي هشرحه. قلنا شدة التيار، قلنا تعريفها هي كمية الشحنات الكهربية اللي بتمر في مقطع موصل في الثانية الواحدة. ومن التعريف ده بالظبط انتوا فاكرين احنا قلنا خدنا منه وطلعنا منه القانون اللي هو نتاج هتساوي كاف على زين، يعني شدة التيار بتساوي كمية الكهربية على الزمن. وعرفنا ان جهاز القياس في نهاية الدرس اسمه الأميتر، وبنرمز دي في الدائرة الكهربية بالرمز A، وآدي شكله لما باجي بوصله على التوالي، آدي معنى كلمة التوالي. طبعا لداية تحقيق قانون أوم اللي احنا هناخدها النهاردة وجايبين معنا التوصيلة بتاعتها، ده شكله لما بيدخل في الدائرة، ده اسمه توصيل على توالي. يعني ايه توالي؟ قلناها، قلنا معنى ان هو جوه الدائرة داخل الدائرة. طب تعالوا لفرق الجهد. فرق الجهد ساعة ما عرفناه قلنا مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها واحد كلهم خلال الموصل. ومن التعريف ده برضه من التعريف الأساسي طلعنا يعني ايه فرق جهد، اللي هو ج بتساوي شغل على كمية الكهربية. عرفنا برضه ان جهاز القياس الفولت ميتر وبنرمزه في الدائرة بحرف B، ولكن توصيله في الدوائر على التوازي، سواء كنت بقيس بيه فرق جهد او سواء انا كنت بقيس بيه قوه دفع كهربيه اللي قلناها المره اللي فاتت. ادي شكل التوصيل على التوازي اللي هو بيقول عليه توصيل خارج الدايره، توصيل بره الدايره، يبقى ده التوصيل على التوالي اللي هو يبقى جوه الدايره، ده التوصيل على التوازي اللي هو يبقى خارج الدائره. ده الفرق ما بين التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي في الجهازين، وجهاز الاميتر وجهاز الفولت ميتر. تعالوا للي هنعمله النهارده اللي هو الخاصيه الثالثه. الخاصيه الثالثه المقاومه. خدنا اثنين، شده التيار وفرق الجهد، النهارده بناخد المقاومه. ايه هي المقاومه؟ كلمه انا بمعنى ان انا بقاوم واحد، انا بمنعه. فكلمة مقاومة تعريفها هي الممانعة، هي الممانعة، الممانعة التي يلاقيها التيار أثناء مروره في سلك أو مواصل. ده معنى كلمة المقاومة، ده معنى كلمة المقاومة. جهاز المقاومة اسمه أوميتر. نركز بقى في الكلمات كويس، لأن هنا كان جهاز القياس في حالة شدة التيار كان اسمه أميتر، ما كانش فيه هي الفرق بينهم حرف الواو ده. هنا جهاز القياس بيه أوميتر، وحدة القياس الأوم، ودي نسبة إلى واحد من علماء اسمه جورج سيمون أوم، وده عالم ألماني كان ليه جهود كتيرة خالص في الكهربية. تخليدا لذكراه حطينا وحدة قياس المقاومة، حطيناها على أساس تبقى هي وحدة القياس، تخليد لذكرى هذا العالم. يبقى أنا عرفت التعريف، عرفت جهاز القياس بقيس بيه المقاومات،
عرفت وحدة القياس بتاعتها. ايه بقى انواع المقاومات الموجودة عندي؟ عندي في نوعين انواع المقاومات لا غنى عنهم في جميع الاجهزة الكهربائية. اول نوع من انواع المقاومات هي المقاومة الثابتة. ده على فكرة رمزها في الدايرة. رمزها بعمل خط متعرج كده نهايته بسلكين وادي المقاومة فعلا الثابتة. ادي شكلها. ده الشكل بتاعها عبارة عن ايه هي؟ ادي مسمارين توصيل اللي انا رسمهم من هنا ادي طرف وادي طرف. والمقاومة الثابتة بيبقى مكتوب عليها رقم لو الناس خدت بالها كويس هنلاقي ان مكتوب عليها واحد. المقاومة دي يمكن اللي انا موصل بيها الدايرة مكتوب عليها اتنين لو احنا مركزين. فالمقاومات بتبقى مكتوبة عليها الرقم بتاعها. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلك. يعني لو فتحتها من جوه ادي شكل المقاومة من جوه عبارة عن سلك. السلك ده طبعا كبير مقاومة. السلك ده برغم ان هو رفيع لكن ده كبير مقاومة علشان بيقاوم مرور تيار كهربي بس مقداره 1 أوم. دي اسمها مقاومة ثابتة. دي اسمها مقاومة ثابتة. طب امال ايه هي بقى المقاومة المتغيرة؟ ادي المقاومة المتغيرة في الاول لو انا اسمها ريوستات وادي الرمز بتاعها في الدايره. انا بعملها ازاي؟ بعملها كاني بالظبط عملت مقاومه ثابته بس براعي حاجه تاني ان بعمل سهم بشرط ان راس السهم يلمس الخط المتعرج. راس السهم يلمس الخط المتعرج. اوعى اخلي راس السهم مش لامس الخط المتعرج. يعني بص تاني اهو في الدايره تحت قانون اوم اهو ادي السهم ملامس الخط المتعرج. لو مش ملامسه يبقى الدايره دي تبقى دايره دي مفتوحه. ايه شكل الريوستات ده؟ ده الرمز بتاعه في الدايره. ادي شكل الريوستات. ادي واحد في واحد تاني احنا هنا برضو موصلينه هنا في الدايره. ده يمكن جديد شويه او اكثر حداثه ده لكن هو التركيب واحد بتركب من الجهاز ده. بتركب في الاول من علشان بس تخلوا بالكم معانا عباره عن اسطوانه اللي هي من جوه دي او اللي هي دي اللي لونها ابيض واضحه قوي من هنا. دي بتبقى مصنوعه دي اسطوانه من ماده عازله مصنوعه من البورسلين او خزف او رخام اي حاجه اي ماده عازله بتبقى معموله منها الماده دي اللي من بره مش باينه شويه من هنا عشان ده يمكن قديم شويه. الاسطوانه دي اللي هي من الماده العازله ملفوف حواليها سلك كبير مقاومه اللي هو السلك ده. ده سلك كبير مقاومة اهو وهي في الحالة دي اهو. ده سلك كبير مقاومة السلك ده. بيوازي الاسطوانة اللي هي فيها السلك كبير المقاومة بيوازي تماما ساق من النحاس. ساق من النحاس. ساق النحاس بيتحرك عليه يد مادة عازلة هي سواء دي اهي برضو هنا او دي مادة عزلة وبتتحرك بسهولة جدا يعني اهو بالشكل ده او كده اهو. ده شكل الريوستات. في اسلاك توصيل طبعا زي ما انتم شايفين يمكن يبان كده اكتر. ادي من هنا في مسمار توصيل ومن هنا مسمار توصيل ومن هنا بيبقى في مسمار توصيل وهنا مسمار توصيل زي دي بالظبط كده. احنا اهو احنا عاملينها التوصيلات. ادي توصيله وادي التوصيله الثانيه. ده الريوستات ده بيعمل ايه؟ الجهاز ده يا جماعه لا غنى عنه في جميع الاجهزه الكهربائيه في بيوتنا. ازاي؟ انا هفترض فرض كده، هفترض ان الجهاز ده مثلا مفتاح تعليق وتوطيه الصوت في مسجل او في راديو. انا ببقى عامل التوصيله بتاعه التيار الكهربي. انا ممكن ارسمها لكم من هنا تبقى يمكن اوضح شويه عشان تركزوا معايا. انا هفترض هنمسحها بعد كده. انا هفترض ادي الرسمه بتاعته. على فكره انا لو عايز ارسمه دي الاسطوانه اللي هي من الماده العازله ملفوف حواليها السلك اللي هو كبير المقاومه. طبعا انا برسم بسرعه شويه وبعدين السلك ده هيوازيه تماما ساق النحاس. طبعا ده شكل تعليمي لازم ناخد بالنا وده اللي هو اسمه الزالق اللي بيتحرك على ساق النحاس. من هنا في مسمار توصيل مفروض
ومن هنا في النهايه دي في مسمار توصيل تاني. انا زي ما بقول لكم انا افترض ان انا موصل ديه ب مثلا ده مفتاح تعليق توطيه الصوت في الراديو او مسجل. التيار مثلا جاي من البيت من السلك ده، افترض ده التيار اللي جايين من البيت، ومن هنا انا بطلع السلك اللي هو داخل على سماعه الصوت. ايه اللي بيحصل؟ انا لما انا حاطط من هنا الزابط، التيار داخل من هنا من السلك ده، ده التيار الكهربي العادي خالص، هيدخل على مفتاح، ده مفتاح تعليق الصوت. طبعا هنا ده ساق نحاس، النحاس موصل جيد للتيار الكهربي، لكن ده سلك كبير مقاومه، فالتيار هيمشي جزء في الساق النحاس اللي هو جيد التوصيل للتيار الكهربي، وبعدين التيار هيروح فين؟ هيلاقي قدامه الزلق، هيدخل في الزلق، ومن الزلق هيبتدي يدخل في السلك كبير المقاومه. عندما دخل في السلك كبير المقاومه التيار الكهربي هيقل، هيضعف. فعندما ضعف هيدخل على سماعة الصوت، هيبقى التيار مشي تقريبا نص المسافة، هيطلع عندي صوت معقول. هيبقى الصوت هو عالي والصوت منخفض. طيب أنا عايز، هفترض يعني أنا عايز أعلي الصوت خالص. هروح محرك يد الزلق دي، أحركها أجيبها هنا. أهو جبت اليد حركتها كده. فالتيار الكهربي هيروح ماشي بطول السلك، مش هيقل خالص، مش هيضعف خالص، وعند ما هيدخل في السلك كبير المقاومه مش هيمشي فيه الا حته صغيره خالص، هيدخل بكل قوته على سماعه الصوت، الاقي الصوت قوي جدا جدا. طب انا عايز اضعف الصوت خالص، الغيه، هروح محرك يد الزلق اجيبها هنا. ادي شكلها. هيجي التيار الكهربي يدخل مش هيمشي خالص في السلك النحاس جاي للتوصيل، هروح داخل على السلك كبير المقاومه، وعندما دخل فيه عمبله ما يوصل لهنا التيار الكهربي هيكون ضعف خالص خالص خالص، هيجي يدخل على سماعه الصوت هيبقى التيار ضعف خالص، وبالتالي انا مش هسمع صوت خالص. يبقى بالمفتاح ده بالحركه دي خلوا بالكم، انا بتحكم في طول السلك، اتحكم في طول السلك، فكل ما اخلي السلك طويل المقاومه هتزيد، هتقل شده التيار. كل ما اخلي طول السلك صغير هتبقى المقاومه صغيره، هتزيد شده التيار. يبقى بالحركه اللي انا بعملها دي انا بتحكم في شده التيار، وايضا بتحكم في فرق الجهد. نقولها تاني عشان العلاقه دي مهمه جدا جدا، اهو بنقول انا كاتبها من تحت اهو على السبوره اهو، ان العلاقه بين المقاومه وطول السلك تناسب طردي. يعني ايه تناسب طردي؟ بعيد الكلام تاني، كلمه طرد يعني حاجتين بيزيدوا مع بعض او يقلوا مع بعض، فهو لو زاد طول السلك هتزيد المقاومه، هتقل شده التيار. ساعه ما قلت لكم اني مش هسمع حاجه هيبقى صوت ضعيف جدا، لكن انا لو انا حركت يد الزلق خليتها هنا، فبقي التيار مشي في الحته دي بس من السلك، يبقى اقل طول السلك، هتقل المقاومه وتزيد شده التيار، والاقي الصوت عالي جدا. بنفس الكيفيه جميع الاجهزه الكهربيه محتاجه الى هذا الجهاز الريوستات، زي مفتاح المروحه. ادي مفتاح المروحه اهو، مفتاح الارقام دي اللي موجوده اللي هي الحركه بتاعه، هنقلب كده في مفتاح مروحه، دي عباره عن الريوستات اللي انا بقلل او انا بزود الطول بتاع السلك اللي هو التيار اللي داخل فيه. فبنفس الكيفيه احنا كل ما تحكمنا في طول السلك يبقى انا اتحكمت في المقاومه، وبالتالي اتحكمت في شده التيار، وبالتالي اتحكمت كمان في فرق الجهد. من الحاجات الأساسية إن العلاقة بين المقاومة وطول السلك تناسب طردي، لكن العلاقة بين المقاومة وشدة التيار تناسب إيه؟ تناسب عكسي تمام، علشان لو زادت المقاومة هيقل شدة التيار، لو قلت المقاومة هتزيد شدة التيار، يبقى ده عبارة عن تناسب عكسي ما بين المقاومة وبين شدة التيار. ده الجزء الاولاني اللي هو انا كده واخد الثلاث خصائص اللي هي خاصيه
شدة التيار فرق الجهد المقاومة. طب ازاي اجمع بقى التلاتة دول مع بعض من خلال قانون اعمله؟ ده بقى اللي احنا هناخد فيه قانون اوم، اللي هو بيوجد لي العلاقة بين شدة التيار وفرق الجهد. هنبتدي ناخد دلوقتي قانون اوم، اللي هو قلنا حالا انه بيجيب العلاقه ما بين شده التيار وفرق الجهد وايضا معاهم المقاومه. اهم حاجه في قانون اوم ان انا بعمل تجربه، التجربه دي مهمه جدا جدا عندنا. اكتر حاجات بتقنها في التجربه وهي الرسمه بتاعت التجربه، دي مهمه جدا جدا، و الخطوات بتاعة التجربة. احنا ايضا هنعمل حاجتين اوريكم في الاول على الرسم، بعد كده نشوف العملي بتاعنا. الرسمة بتاعتها انا بجيب دي الادوات بتاعتي، بجيب اول حاجة بطارية، وناخد بالنا كويس قوي ان مدام قلت كلمة بطارية يعني اكتر من عمود. لو انا رسمت واحد بس كده زي ما احنا اتعلمنا نرسمه الحصص اللي فاتت، ده يبقى عمود، لكن طالما حطيت اتنين جنب بعض يبقى دول بطارية. فأول حاجة بستخدمها اللي هي البطارية. بنوصل معاه مفتاح، وأنا ما دام عملت المفتاح وقفلته بالشكل ده، ده مفتاح مقفول. لو أنا عايز أفتحه كنت بعدت الدايرتين دول عن بعض، عشان أخلي بالي في الرسم. من الناحية التانية أنا جبت الريوستات اللي هو المقاومة المتغيرة الموجودة عندي اللي هو الريوستات المنزلق، وبعدين رحت جبت الأميتر وصلته مع المفتاح، ومع الاميتر جبت المقاومه الثابته، والمقاومه الثابته من الناحيه الثانيه وصلتها مع الريوستات. اما جهاز الفولتميتر جبته على التوازي مع المقاومه الثابته. انا هقول تاني التوصيل ده بس اوريه لكم اهو في العملي احنا عملناه ازاي. هو زي ما انا عامل بالظبط على السبوره، ادي البطاريه. البطاريه عباره عن عمودين جافين اهما، ادي العمود ودي عمود تاني، فدول عمودين، يبقى دي بطاريه على طول. زي ما انا رسم على السبوره، ادي المفتاح عن اليمين بتاع البطاريه، وادي الريوستات التوصيل بتاعه عن اليسار بتاع البطاريه. المفتاح رحت موصل منه طرف، جبت فيه جهاز الاميتر، كل ده على التوالي، والاميتر رحت موصله بالمقاومه الثابته، والمقاومه الثابته طرفها الثاني وصلته مع الريوستات. كل دول متوصلين على التوالي. اما جهاز الفولتميتر كلنا شايفينه متوصل على التوازي مع المقاومة الثابتة. واضحة جدا جدا طريقة التوصيل. بعيد تاني، احنا بنقول ايه؟ طريقة توصيل الدايرة. هقولها مرة تاني من هنا وهقولها مرة تاني من هنا، دي أهم حاجة. إن التوصيل بنوصل بطارية ومفتاح وأميتر ومقاومة ثابتة وريوستات جميعهم على التوالي. أما جهاز الفولتميتر فيوصل على التوازي مع المقاومة الثابتة، وهو احنا كده احنا فكرة قافلين الدايرة، كده فاتحين الدايرة. بصوا كده جهاز الفولتميتر مش شغال، اما انا لو فتحت الدايرة واضحة ان هو اتحرك بحسب طبعا المقاومة اللي احنا مشغلينها. كده اهو طفينا، كده اتقفلت الدايرة. مرة تانية اهو هنا عشان بقى شايفينها، الفولتميتر بيتحرك، يبقى معنى كده ان الدايرة اتوصلت. ارجع تاني على السبورة علشان نأكد نفس الكلام اللي قلته. هعيد مرة تانية التوصيل، التوصيل مهم جدا. بوصل بطارية ومفتاح وريوستات واميتر ومقاومة ثابتة، جميعهم على التوالي، جميعهم على التوالي. اما جهاز الفولتميتر يوصل على التوازي مع المقاومة الثابتة. ده طريقة التوصيل بتاعت الدايرة، ودي أهم حاجة، دي أهم حاجة. أنا بقى بعمل إيه؟ خطوات سهلة جدا جدا. أنا بعمل إيه في الخطوات؟ أول حاجة بقفل الدايرة، ما دام عندي إشارة دي يبقى الدايرة مقفولة. أروح مسجل قراءة الأميتر، وكلنا عارفين إن الأميتر القراءة بتاعته هتبقى تاني. وفي نفس الوقت أسجل قراءة الفولتميتر اللي هي جيم. طيب
وبعدين بحضر جدول، بعمل جدول عندي واكتب جيم على تي، ابتدي احط البيانات اللي انا كاتبه ده. على فكره انا ده افتراض نتائج، افتراض نتائج. بعد ما اخدت اول قراءه هفترض دي ته واحد ودي جيم واحد، بروح جاي افتح الدايره، وعندما فتحت الدايره احرك الريوستات. واحنا متفقين حالا قلنا ان الريوستات عندما بحركه بيتغير معاه شده التيار، بيتغير معاه فرق الجهد. فعندما حركت الريوستات تمام، بعد ما حركته اقفل الدايره. هتقول طب ليه يا استاذ، طب ليه ما اسيب المفتاح زي ما هو وحرك الريوستات؟ معروف ان انا لو عملت كده هتضعف القراءه بتاعه الاميتر وقراءه الفولتميتر. انا لازم في كل مره افتح الدايره وحرك الريوستات واقفل الدايره واعيد مره تاني قراءه الاميتر وقراءه الفولتميتر. وبيقول لي بقى كرر هذا العمل عدة مرات، يعني مرة تانية افتح الدايرة وحرك الريوستات واقفل الدايرة وعين لي مرة تانية قراءة الأميتر ومرة تانية قراءة الفولت ميتر. بعد ما خدت عدة قراءات للأميتر والفولت ميتر بيقول لي تعالى شوف بقى الملاحظة إيه بقى. بيقول لي أوجد خارج، أوجد خارج قسمة جيم على تاني. شوف خارج القسمة بتاعتها ايه. طب انا النتائج اللي انا افترضتها دي 4 على 1 ب 4، 8 على 2 ب 4، 12 على 3 4، 20 على 5 4. اذا دايما خارج قسمة جيم على تاني بتساوي مقدار ثابت. بنرجع نسأل نفسنا هو ايه هو الحاجة الوحيدة اللي ثابتة في الدايرة دي كلها برغم ان انا عمال احرك الريوستات؟ الحاجة الوحيدة الثابتة هي المقاومة الثابتة، ما تغيرش. يبقى اذا المقاومة الثابتة هي المقدار الثابت، يبقى جيم على ت، جيم على ت هتساوي ميم. ويبقى انا فعلا كده طلعت قانون اوم، بس للاسف انا مطلعه من لحظة ما ينفعش، انا لازم اطلعه من الاستنتاج. ازاي؟ ركزوا بقى معايا. خلاص احنا طلعنا فعلا من ملاحظة ان خارج قسمة جيم على ت بتساوي ميم. طب ايه الملاحظة التانية اللي انا ما خدتهاش هنا؟ لو انتوا بقى مركزين معايا جامد في الجدول ده. الجدول ده. لو انتوا مركزين كده انا الأربعة بقيت 8، شدة التيار من 1 بقت 2. الثمانية بقت 12 يعني بتزيد. معاها شدة التيار زادت. إذا العلاقة السهلة جدا واضحة جدا قدام ده، إن كلما يزيد فرق الجهد كلما تزيد شدة التيار، يبقى بينهم تناسب طردي. يبقى هكتب كده فرق الجهد، وأنا بديت بفرق الجهد، خلوا بالك، فرق الجهد بين طرفي موصل يتناسب طرديا مع شدة التيار. دي مهمة جدا جدا البداية دي تحت الاستنتاج. ليه؟ هتطلع منها بقى، ركزوا كده، فرق الجهد رمزه جيم. طيب كلمة تناسب طردي بنعمل لها الشكل ده وخدناها في سنة تانية إعدادي. شدة التيار رمزها ت. نمشي واحدة واحدة. نرجع تاني جيم. قلنا في تانية إعدادي إن لما أحب أشيل علاقة التناسب دي بكتب بدلها تساوي مقدار ثابت في الت. نرجع تاني نقول طب ما هو المقدار الثابت هو هو مين؟ ميم. يبقى جيم هتساوي ميم في ت. يبقى إذا هطلع تاني العلاقة دي هي هي، ميم هتساوي جيم على ت، وهو ده اللي احنا بنسميه ايه هي؟ بنسميها العلاقة الحسابية لقانون اوم.
لقانون اوم. يعني ده عباره عن ده القانون اللي انا بشتغل بيه وبحل بيه المسائل، ان المقاومه تساوي فرق الجهد على شده التيار. طب انا من العلاقه دي، من العباره دي، اقدر بقى اقول نص لقانون اوم ويبقى انا فعلا كده، انا كده التجربه خلصت بتاعتي. انا التجربه كانت لازم اللي يبقى فيها ادوات اللي هي البطاريه والمفتاح. احنا بعيد تاني على فكره، البطاريه والمفتاح والريستات والاميتر والمقاومه الثابته والفولتميتر. جيت في التوصيل قلت ان خدت كل دول على التوالي ما عدا الفولتميتر اللي جه على التوازي. جينا في الخطوات قلنا حكايه ان انا بسجل قراءه الاميتر والفولتميتر وبعد كده افتح الدايره واحرك الريستات واقفل الدايره واعيد تاني، فقلت الخطوات وطلعت النتائج في جدول. جيت طلعت الملاحظه اللي طلعت منها مين بتساوي جيم على ت، ومن الاستنتاج، وده اهم حاجه الاستنتاج يتحفظ زي ما هو كده، الاستنتاج بالتدريج بتاعه، لان في كذا محافظه جه سؤال يقول لي وضح بالرسم دائره تحقيق قانون اوم ثم اكتب الاستنتاج. يعني هو عايزني اكتب الكلام ده، فرق الجهد بتتناسب طردي مع شدة التيار، يبقى جيم بتتناسب مع ت، يبقى جيم بتساوي مقدار ثابت في ت، يبقى جيم بتساوي ميم في ت، يبقى ميم هتساوي جيم على ت. أقول بقى قانون أوم بقى الأصلي بقى بيقول إيه؟ لما أجي أسمع قانون أوم زي ما كتاب المدرسة قال لنا أبدأ بشدة التيار. طب يا أستاذ أبو ليد فرق الجهد صح مش غلط، بس أنا بنحاول نقول إن إحنا ماشيين مع كتاب المدرسة. حول شدة التيار المارة في مواصل تتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفي الموصل، هنقول كلمة مهمة جدا، عند ثبوت درجة الحرارة. يعني عند ثبوت درجة الحرارة؟ يعني عند وجود مقاومة ثابتة، عند وجود مقاومة ثابتة. هنقول مرة تاني قانون أوم، يبقى قانون أوم بنقوله مرة تاني، شدة التيار المار في مواصل تتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفي الموصل عند ثبوت درجة الحرارة، وده اللي هو قانون أوم. في مجموعة لسه من التعريف هنديها لكم بس المرة الجاية، وناخد معاها المسائل بتاع قانون أوم، لأن احنا زي ما احنا خدنا على فكرة أنا كده عندي ثلاث قوانين لو أنتم مركزين معايا. أول قانون اللي هو كان بتاع شدة التيار ت تساوي كاف على زين. القانون الثاني ج بتساوي شغل على كاف، اعطينا عليهم مسائل ايام كنا مع بعضينا في المدرسه. النهارده خدنا القانون بتاع المقاومه ج بتساوي ج على ت. المره الجايه هناخد الثلاث تعريفات المتعلقين بالقانون ده اللي هو الاوم والفولت والامبير، دول متعلقين بقانون اوم. هنقول التعريفات دي بتاعتهم، وبعد كده ناخد تنويع المسائل على الثلاث قوانين مع بعضهم. شكرا لكم.